بالإدارة. أوه زين. طيب. مش ليه حمو صغيرة مجموعة من مجموعة كبيرة. ما يجد 400 واحد دكتور. أول شيء يعانون من قطاع راتبهم منذ شهر 2015 مش شهر الرابع. قدمنا كذا وهاي مدة السنة. أنا متكلم أمامك سنة وشهر يصل لنصف الراتب مباشرة 12/1/2017 ومثلي كثار. دكتور صباح، جنابك مشكور على كل جهدك تجاه هذه المحافظة. الآن أنا قاعد في أحد المستشفيات داخل نينوى داخل موصل، وقاعدين أمامي لفيف من الأخوة اللي عندهم إشكال في موضوع التدقيق التصريح الأمني والتدقيق. لا خاف ماما لا خاف. بطل شلونك عمو؟ زين؟ يلا طيبك اشوف. طلع ما شاء الله. شلون كيف؟ يعني ما شاء الله؟ روعة؟ مرتاحة مني عمو روعة مرتاحة مني؟ طبيعي هذه الزيارة جاءت استكمالا واستمرارا للزيارات السابقة للاطلاع ميدانيا على مراحل التوسيع وكذلك تقديم الخدمات المختلفة التخصصية إلى أهلنا من محافظة نينوى، سواء كانت أمراض الأطفال المختلفة السرطانية وأمراض الدم وباقي الأمراض العامة. طبيعي ما لاحظناه شيء يعني يدعو إلى الفخر والاعتزاز بما تقدمه هذه المؤسسة الصحية في دائرة صحة نينوى من خدمات جليلة. هذه المستشفى بحاجة إلى دعم من وزارة الصحة، إلى دعم من المنظمات المحلية والأجنبية، وكذلك إلى دعم من الحكومة المركزية. طبيعي أنا اليوم أكرر مناشدتي إلى معالي السيدة وزيرة الصحة بأن تصرف موازنات تشغيلية من أجل إدامة زخم العمل وزخم الخدمات الصحية التخصصية في هذه المستشفى، وأنا أطالب بأن تخصص أو تدرج هذه المؤسسة ضمن المراكز التخصصية التي خصصت لها مبالغ مقطوعة بمبلغ 250 مليون دينار شهريا. فيما يخص موضوع معالجة الأورام، طبيعي أيضا أنا قد تكررت مناشداتنا ومطالباتنا بأن تكون لمحافظة نينوى حصة مجزية من الأدوية السرطانية، من الأجهزة التشخيصية والعلاجية لمعالجة الأمراض السرطانية، لأنه حقيقة هناك أعداد كبيرة، هذه الأعداد تزداد يوما بعد يوم بسبب عودة الاستقرار وعودة النازحين إلى مناطقهم ومساكنهم. فلهذا طبعا ما موجود وما متيسر من الأدوية هو لا يلبي الحاجة الكبيرة والطلب المتواصل على هذه المؤسسة الصحية. شكري وتقديري باسمي أصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس النواب العراقي وخاصة لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى الكادر المتميز لهذه المستشفى، سواء ابن الأثير ومستشفى الأورام إدارة، والفريق الطبي والفريق الإداري والفريق الهندسي. تشرفت مستشفى ابن الأثير للأطفال في الموصل بزيارة الأخ الفاضل الدكتور فارس البريفكاني، عضو اللجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، وكان له مواقف مشرفة مع عدد من الموظفين الذين يعانون من عرقلة وإشكاليات في صرف رواتبهم، كما كان له جولة جرى من خلالها الاطلاع على واقع الخدمات الطبية اللي تقدم لأهلنا في مدينة الموصل، وأجرى عدة اتصالات خلال هذه الزيارة بأصحاب القرار وبالمسؤولين من أجل تذليل هذه الصعوبات وشحذ الهمم لدعم هذه الدوائر الخدمية من خلال مستشفى ابن الأثير ومن خلال مستشفى الأورام للكبار في الموصل. تشرفنا اليوم بزيارة الزميل الدكتور فارس البريفكاني عضو مجلس النواب العراقي،
الرجل معروف بمواقفه ودعم القطاع الصحي بالمحافظة. اطلع الرجل على معظم معاناة المرضى وشحة الأدوية الموجودة بالمحافظة خصوصا الأدوية السرطانية، ووعدنا إن شاء الله بتقديم الأفضل ومناشدة الوزارة ومجلس السرطان بتوفير الأدوية السرطانية. أيضا طرحنا عليه معظم مشاكل الرواتب الموظفين من العقود وقيد التدقيق والتصريح الأمني، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق إن شاء الله بحضور السيد مدير عام دائرة الصحة نينوى، بحضور السيد النائب، وراح تتم مناقشة هذه النقاط كل واحدة على حدة لحصول إن شاء الله على نتائج ترضي الجميع.